فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أهل العلم يقول إذا كانت المرأة نفساء في آخر الأربعين واستمر الدم معها بعده لكنه وافق عادتها فإنه يكون حيضا، فهل ذلك صحيح؟ نعم قالوا هذا هو صحيح، إذا زاد عن الأربعين وافق عادة الحيض يكون حيضا مقارنا للنفاس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.